تجمع أمل الجزائر في الحركة الشعبية الجزائرية في الأحرار، وكذلك فيه نواب من التيار الإسلامي اللي ساندوا وقفوا. قولها بكل صراحة، غدوة نشوفوا إن شاء الله. أصبح الحال مطراح، ما كاش الفيضانات في الأفلان، ما كاش الفيضانات، وكي تجي الفيضانات نواجهها ببرودة وبشجاعة مثل ما واجهنا في الاستعمار آنذاك. ثم نتواجهوا التحديات الآن، التحديات اللي تنتظرنا الآن تواجهوها أنتم، وأنا باسم القيادة اللي موجودة المكتب السياسي أعضاء اللجنة المركزية، باسم الرئيس رئيس الحزب نحييكم وشجعكم، لأن ما قمت به في ثلاث أسابيع للرأي العام الجزائري والدولي أعطيته درس تاع الحكمة تاع الوطنية، حب الوطن